قرر البنك المركزي رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%، ويسري هذا القرار اعتبارا من 10 أكتوبر الجاري. جاء هذا القرار في ضوء المؤشرات المالية القوية للبنوك المصرية مع تعاظم مؤشرات أدائها وربحيتها الذي انعكس على الاستقرار المالي والنقدي. بات من المناسب إعادة النسبة مرة أخرى لمعدلاتها السابقة، وكانت نسبة الاحتياطي الإلزامي استقرت عند 14% منذ عام 2001 وحتى 2012، حيث تم خفضها تدريجيا بعد يناير 2011 بنسبة بلغت 4% لتصل إلى 10% بغرض دعم القطاع المصرفي ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.